السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من حوار المساء. بعد أن بذل زهرة شبابه لوطنه وأفنى ربيع عمره وهو يسعى في بنائه، يجد المتقاعد نفسه وحيدا يعاني متاعب الحياة، يعطى فتاتا يقال له مرتب لا يكفيه لسد حاجاته الأساسية، وبرغم القرارات التي أصدرت للرفع من مرتبات المتقاعدين إلا أنها تبقى حبرا على ورق، مما يترك تساؤلات عن مدى اهتمام الدولة بهذه الشريحة واحتياجاتها. عن المتقاعدين ومشاكلهم في ليبيا نقيم هذه الحلقة من حوار المساء، ويسعدني أن أستضيف فيها الدكتور الطاهر المحيشي المستشار الضماني للرابطة العامة للمتقاعدين. أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خليل الشجماني وهو رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين، والأستاذ طارق التركي الخبير الضماني. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا التقرير. يعيش المتقاعدون في بلادنا معاناة صعبة، فبعد سنين من العمل والعطاء منح فيها الواحد منهم بلاده أغلى ما يملك من وقت وجهد وخبرة، لم يجد للأسف من المجتمع مكافأة لصنيعه ولا شكرا على عمله، ويتقاضى المتقاعدون رواتبهم بعد إحالتهم على التقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تعتمده جميع دول العالم، ويقوم هذا الصندوق بتأمين المعاشات التقاعدية عندما يصل المواطن إلى سن التقاعد القانونية أو الاختيارية حسب قوانين الدولة. لكن ثمة مشاكل عدة تواجه فئة المتقاعدين في ليبيا، وظلم واقع على شريحة معينة منهم بعد صدور بعض القرارات في فترة زمنية معينة لم تشمل جميع الفئات منهم. فمثلا هناك فئة من المتقاعدين يتقاضون معاشات طبقا لقانون الزيادة لعام 2009-2010، بينما يوجد آخرون وصلوا إلى سن التقاعد القانوني قبل صدور هذا القرار، وهؤلاء لم تشملهم زيادة المرتبات، في حين يذكر رئيس أحد فروع صندوق الضمان الاجتماعي بأن معاشات المتقاعدين في ليبيا يتم صرفها في وقتها المحدد وبدون أي تأخير، حيث يتم صرفها قبل يوم 20 من نفس الشهر، وهذا شيء إيجابي ربما لا يحظى به أغلب الموظفين في باقي القطاعات الحكومية. وفي سياق متصل، يتساءل البعض عن عدم وجود البرامج التي تستثمر الخبرات العلمية العالية للمتقاعدين كالأنشطة الثقافية والمنتديات والنوادي، لا سيما أن جميع الأفكار البناءة التي تهدف إلى الارتقاء بفئة المتقاعدين واستثمار خبراتهم كانت مهمشة بالكامل في فترة النظام السابق، وكان من المفترض أن تعطى حقها في عهد ثورة فبراير. فكيف يمكن حل هذه الإشكاليات والاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة التي تتمثل في فئة المتقاعدين، حيث يعد هذا استحقاقا وطنيا بامتياز أمام من يتولى زمام المسؤولية في هذا البلد الذي دفع أبناؤه ثمنا غاليا في سبيل التقدم بالوطن وبناء دولة مزدهرة؟ أرحب بك دكتور الطاهر المحيشي. بداية نبدأ، بعد كل الجهد الذي بذله المتقاعد قبل تقاعده، ما هي أهم الحقوق الواجب أن توفرها الدولة له بعد تقاعده؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. في البداية أشكر قناتكم الجليلة على إتاحة هذه الفرصة، وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام،
وجوابا على سؤالك أو استفسارك، في الحقيقة المتقاعدين في ليبيا ليس لهم من حقوق ما عدا المعاش الضماني الذي يربط بموجب حكم السن أو زي ما ذكروا في التقرير التقاعد المبكر. وحتى هذا المعاش عندما يربط يظل ثابتا لمرات عشرات السنين دون زيادة. نعم. ولهذا السبب ففئة أو شريحة المتقاعدين وهي تعد بمئات الآلاف حاليا في ليبيا أغلبهم يعانون من شظف العيش ومن التهميش وعدم الاهتمام، هذه حقيقة. نعم. فيما يخص الحقوق، ما هي أهم هذه الحقوق التي يجب توفيرها للمتقاعد؟ أهم هذه الحقوق بالإضافة إلى المعاش وهو غير كافي تأتي في المقدمة الرعاية الصحية، العناية الطبية من علاج بمختلف أنواع التخصصات. هذه أهملت، هذه المنفعة أو هذه الحقوق أهملت تماما في ليبيا. وهناك بعض المزايا الأخرى تقدم في البلاد المتحضرة للمتقاعدين عندما يبلغ السن التقاعد، فتقدم لهم خدمات عديدة من ضمنها التخفيض في وسائل المواصلات بما فيها الطيران. نعم. نعم. وأيضا السكن، اللي ما عندهش سكن حتى هو يساعدوه في توفير السكن اللائق، وأيضا في كثير من الخدمات الأخرى اللي ما هيش بالدرجة الأولى ذات أهمية، ولكن أهم منفعة يجب أن يحظى بها المتقاعد تقديرا ل سنوات العمر التي عاشها في خدمة المجتمع في خدمة الوطن. نعم. الرعاية الطبية بكامل أنواعها وبشتى مستوياتها. نعم. معنا على الهاتف الأستاذ خليل الشجماني، رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين الليبيين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ خليل في حوار المساء. أهلا وسهلا بك أستاذ خليل. أولا، رابطة المتقاعدين الليبيين، متى تم إنشاء هذا الجسم ولماذا تم إنشاؤه؟ أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتقدم بالشكر والتقدير لقناتكم الموقرة على هذا الاهتمام بهذه الشريحة المهمة والمهمشة من عدة جهات. بالنسبة للرابطة العامة للمتقاعدين، وكذلك نحيي ونمسي على الدكتور طاهر الفيشي، أحد الأعضاء الفعالين معنا ويعتبر المستشار الضماني للرابطة العامة للمتقاعدين. الرابطة العامة للمتقاعدين تأسست منذ عام 1991 كنقابة عامة لشريحة المتقاعدين. وطبعا كانت محاربة من قبل النظام السابق 2006، طبعا كان فيه يعني إصرار على إلغاء قانون الضمان وإلغاء صندوق التقاعد صندوق الضمان الاجتماعي. فكان رئيس الرابطة في ذلك الوقت يعني وقف وعارض يعني في ما يسمى بمؤتمر الشعب العام، وتم طرده من جلسة المؤتمر في ذلك الوقت. نعم. فإحنا تنادينا من شهر 11/2011 بعد إعلان تحرير نجاح ثورة 17 فبراير المجيدة. فكان الاجتماع الأول لتفعيل دور الرابطة العامة في 4/11/2011 بمدينة طرابلس. اجتمع فيها حضر كافة الفروع بالمناطق. نعم. ما هي دوافع هذا التأسيس أستاذ خليل؟ دوافع التأسيس هو أول هدف اللي هو الدفاع عن حقوق المتقاعدين، يعني هذا أول هدف يعني. نعم. طيب. طبعا نحن يعني تنادينا من 2011 وتم يعني تفعيل حتى بعض الفروع، حوالي 20 فرع على مستوى ليبيا في الغرب وفي الجنوب وفي الشرق. وتنادينا طبعا وعدينا مذكرة شاملة، كان مجلد من حوالي 170 صفحة تم التوقيع عليه من خلال يعني مرفق بتوقيعات حوالي 9000 متقاعد ومتقاعدة. فمن ضمن طبعا من أهم المطالبات اللي تثبت المعاشات
والمطالبة بالعلاج الصحي، منح العلاج الصحي للمتقاعدين والمتقاعدات في كافة فئاتهم في 2013 طبعا بناء على المذكرة هذه، وبناء على مذكرات طبعا فيه الكثير من الناشطين كانوا في ذلك الوقت من غير الرابطة العامة يعني. نعم. في 2013 صدر القانون رقم 5 لسنة 2013 من المؤتمر الوطني العام اللي هو بتسوية معاشات المتقاعدين بمرتبات موظفي الدولة. نعم. طبعا لم تصدر فيه إجراءات تنفيذية حتى في 2014. نعم. قرار مجلس الوزراء. أستاذ خليل. قرار 271. نعم. نعم أستاذ خليل عفوا نظل عند هذه النقطة، ابقى معي سنعود إليك إن شاء الله. أنتقل إليك دكتور طاهر. يظن البعض أن المعاش التقاعدي هو منحة تمنحها الدولة للمتقاعدين. ما مدى صحة هذا الظن؟ طبعا هذا مفهوم خاطئ تماما. معاش التقاعد حق يكفله القانون، سواء كان القانون اللي احنا قائم عندنا في ليبيا في الوقت الحاضر وهو القانون رقم 13 سنة 1980، كما تضمنه أيضا المبادئ المتعارف عليها في منظمة العمل الدولية، وهي مبادئ واتفاقيات ليبيا موقع عليها ومصدق عليها رسميا. فهذه المبادئ والاتفاقيات تنص على ضرورة تقديم المنافع الضمانية، وعلى رأسها طبعا في عديد المنافع أخرى، على رأسها المعاشات التقاعدية إلى جانب الحقوق الأخرى، شيء ملزم. فهذه حق من حقوق. وبعدين المتقاعدين هم خصم من دخولهم ومرتباتهم طوال فترة عملهم، وأودعت أمانات لدى صندوق الضمان الاجتماعي لإدارة هذه الأموال واستثمارها والصرف على المعاشات التي يتم نعم. ربطها أول بأول. نعم. طيب أنتقل إليك أستاذ خليل، يعني قبل أن نتكلم عن جزئية قرار المؤتمر الوطني العام بتسوية معاشات المتقاعدين، قبل ذلك اسمح لي، أنت تحدثت عن تأسيس الرابطة، أيضا الدوافع التي أدت إلى تأسيس الرابطة والمطالبات التي تطالب بها الرابطة العامة للمتقاعدين الليبيين. أريد أن أسألك، ما هي أهم الخدمات التي تقدمها الرابطة للمتقاعدين؟ والله لحد الآن طبعا نظرا لأن الرابطة العامة للمتقاعدين لا تجبي أموالا من السادة المتقاعدين نظرا لتدني معاشاتهم، فالرابطة الوحيدة أو النقابة الوحيدة اللي يعني ما فيش جباية أموال يعني. فلهذا لازال الرابطة العامة يعني مقيدة، يعني هو أهدافها كثير، يعني صندوق التكافل الاجتماعي، الرعاية الصحية ممكن حتى نساعد فيه، ممكن نمنحه في المستقبل يعني واحدة من الأهداف اللي هي التكريم يعني. والشيء الآخر اللي هو الاهتمام بالخبراء المتقاعدين، احنا مش يعني مش عندنا خبراء بس، عندنا ناس يعني خبراء وعلماء ولا في أي مؤسسة تقدمت أو ساعدتنا، قدمنا كم مذكرة للوزارات وللمؤسسات، ولكن للأسف الشديد يعني تهميش كامل للخبراء المتقاعدين. عندنا ناس يعني قاعدين وقتهم يهدر يعني، بينما يعني في بعض الدول الأخرى تستفيد من خدماتهم. نعم. فيما يخص الخدمات التي تقدمها الرابطة للمتقاعدين، هل يمكن أنكم أو أن نصفكم بأنكم تمثلون حلقة الوصل بين المتقاعدين وبين صندوق التضامن الاجتماعي؟ صندوق الضمان الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي عفوا. إيه بالتأكيد، إحنا نعتبره يعني حتى في الـ في الـ يعني المفروض هو كان فيه تعديل لإعادة هيكلة صندوق الضمان الاجتماعي، يكون يعني الرابطة العامة تكون أحد المجلس الأعلى لإدارة الصندوق يعني المفروض يكونوا يعني. نعم. لكن نظرا لظروف البلد السنوات هذين طبعا ما زال طبعا الأمور يعني بعيدة شوية يعني، ولكن بصراحة نشكر الإخوة في صندوق الضمان الاجتماعي على تعاونهم في 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 أكثر من موضوع يعني، وبذل جهود معنا يعني، وكذلك نعم. وزارة الشؤون الاجتماعية
كان فيه من فترة يعني من حوالي 5 أشهر قمنا باجتماع مع بعض المسؤولين في صندوق الضمان وفي بعض الوزارات، واحنا بالنسبة للرابطة العامة المتقاعدين يعني لازلنا يعني نحاول ان احنا نكون حياديين، يعني نحاول ان نلم الشمل في 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 كافة ربوع ليبيا يعني. نعم. وصلت وضحت الفكرة أستاذ خليل، عذرا على المقاطعة، ابقى معي مشاهدين الكرام، نخرج لفاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. في كل مرة يرتقي فيها شهيد تصعد روحه إلى العزيز المجيد، نزداد يقينا بدرب النصر الأكيد، نحزن نفرح تختلط الدموع بالزغاريد، نسمعه ينادينا اصبروا ورابطوا فبلوغ النصر لا شك أكيد، نطوي أحزاننا لابتسامته عندها نرفع رأسنا عاليا، لك يا ليبيا نرخص ما كان غاليا، وبثبات نحو النصر نسير. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذ طاهر، المتقاعد هو ذاك الرجل الذي أفنى زهرة عمره لبناء بلده وبذل لها كل ما يستطيع من خلال عمله، هل المعاش التقاعد يكفي لسد حاجاته الضرورية بعد أن تم الاستغناء عنه والاستغناء عن خدماته؟ أبدا، المعاش التقاعدي بما فيه الزيادة التي تمت في أوائل 2011 وطبقت من اعتبارها من شهر 3 اللي هي رفع الحد الأدنى، عندما تم إقرار رفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور أيضا طبقوها حتى بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية جدا في ذلك. نعم. الوقت كان في نسبة كبيرة، عشرات الآلاف من أصحاب المعاشات التقاعدية لا تزيد عن 96 دينار في الشهر بداية 2011. طبعا استفادت فئات المتدني اللي هي ذات مستوى معاش تقاعدي متدني جدا من رفع الحد الأدنى، ولكن كان القرار مبتور إلى حد ما لأن خلق بلبلة وخلخلة بين مستويات أصحاب المعاشات، فيه اللي تم زيادته ب 354 دينار في الشهر اللي هم أصحاب مدني جدا جدا. نعم. وفيه اللي قعد على نفس 450 زي ما كان في السابق وللعشرات من السنين. طبعا هذا الوضع يتنافى ويخالف المبدأ مبادئ الضمان الاجتماعي بما فيها المبدأ المنصوص عليه في صلب قانون الضمان الاجتماعي الليبي، في مادة من مواد القانون تنص على ضرورة إجراء دراسة تحليلية من واقع البيانات والتطبيقات الفعلية الفنية الفعلية الأحصائيات عن طريق خبير سموها دراسة اكتوارية كل 3 سنوات. بموجب هذه الدراسة تعطينا مؤشرات لمستويات المعاشات التقاعدية بالمقارنة بتكاليف المعيشة في البلاد. هذه الدراسة للأسف الشديد لم تجرى منذ 30 سنة تقريبا. 30 سنة تقصير، منتهى التقصير والإهمال من إدارات المتعاقبة على صندوق الضمان الاجتماعي. نعم. فهذه طبعا خلت مستويات المعاشات التقاعدية متدنية جدا. بعد ثورة 17 فبراير المجيدة تمت أيضا محاولات، بالإضافة للأخ اللي تكلم عنها الأخ خليل، من طرف مجموعات
من الجمعيات والروابط الجديدة، وتعاونت أنا معهم شخصيا. كانت حوالي بدأت بخمس منظمات وروابط غير الرابطة العامة، تم إشهارها في 2012 و2011 وإلى آخره. ووضعنا دراسة وقدمناها لمجلس الوزراء رسميا منذ منتصف 2012. اقترحنا فيه معدل وقدمناها مرتين في بداية شهر 6 وفي نهاية شهر 6، عملنا لها إجراء تنقيح بمذكرة شارحة تفصيلية. ومجلس الوزراء لم يبت فيها للأسف الشديد، حتى عملنا لهم رسالة رسمية وعندي منها صورة للاجتماع معهم لبحث عن طريق المندوبين هذه الروابط المختلفة لمناقشة مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء وإفهامهم على وضعية المتقاعدين ودعوة مسؤولين على إدارة الصندوق للمساهمة والمشاركة معنا في النقاش للوصول إلى طريقة مثلى لرفع المعاشات بمعدل معقول. والمعدل المعقول اللي احنا اقترحناه وهو يعتبر حد أدنى من الحقوق، حد أدنى 354 دينار شهريا يطبق على الجميع بما فيهم اللي طبق في شأنهم الحد الأدنى، هيستفيدوا بطريقة بوسائل مختلفة يعني. فكان 354 عبارة عن الفرق بين الحد الأدنى القديم وهو 96 دينار والحد الأدنى الجديد 450، بحيث تطبق بعدالة على الجميع. للأسف الشديد اصطدمت، رغم أن صدر قرار بعد فترة ومطالبات كثيرة ودرنا مذكرات عديدة بعد حتى للجنة، لجنة الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الوطني، اجتمعنا معهم عدة مرات وقدمنا لهم أيضا دراسة أخرى تحليلية عشان يفهموا. بعد جهد جهيد كونوا لجنة وطلعوا قرار، بإقرار هذه الزيادة 354، ولكن لم تطبق منذ نهاية 2013. لم تطبق لأن اعترضت بالتمويل، صندوق الضمان الاجتماعي يقولوا ما عندناش تمويل والخزانة ما نقدرش نغطي وهكذا. أنتقل إليك أستاذ عمر أو أستاذ خليل الشجماني. الرابطة هل تمثل كل متقاعدي ليبيا أم أنها مجرد جمعية أهلية، وهل توجد روابط واتحادات أخرى للمتقاعدين؟ الرابطة العامة للمتقاعدين تمثل كافة المتقاعدين بكافة شرايحهم. بكافة شرايحهم، بس فيه طبعا جمعيات وفيه اتحادات طلعت جديدة يعني بعد ثورة 17 فبراير المجيدة. ونأمل ان احنا طبعا تعاون بسيط، ولكن نأمل ان يكون فيه تعامل اكبر يعني واكثر اساس يكونوا يد واحدة يعني، لان احنا في النهاية الهدف هدف واحد، واحنا يعني نوجه حتى الدعوة لكافة الجمعيات وكافة المنظمات اللي الموجودة الان في كافة ربوع ليبيا، ان احنا يعني نتعاونوا معاهم ويتعاونوا معانا لنكونوا يد واحدة وكلمة واحدة يعني. لان احنا في نهاية الامر يعني ما عندناش مشكلة، احنا مستعدين حتى لمد يد التعاون لكافة الجمعيات وكذا. وبعدين احنا من بالنسبة للرابطة عضو مؤسس في الاتحاد المتقاعدي العرب، ونبغيهم حتى يشاركوا معنا حتى في المشاركات الدولية يعني. ونشغل حاليا منصب نائب الأمين العام لاتحاد المتقاعدين العرب. في هذه الجزئية عفوا أستاذ خليل، هل لديكم مشاركات خارجية؟ بالتأكيد يعني عندنا مشاركات، ويعني شهرية سنوية أو نصف سنوية عندنا اجتماعات اتحاد المتقاعدين العرب. وعندنا بيانات مصدروفيا وتوزع للحكومات ولكافة الحكومات يعني الاهتمام بالمتقاعدين في كافة الدول العربية يعني. نعم. طيب ابقى معي أستاذ خليل، معنا الدكتور طارق التركي الخبير الضماني. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك دكتور طارق في حوار المساء. اهلا وسهلا والسلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. دكتور طارق، صندوق الضمان الاجتماعي هو الجهة التي تقوم بصرف مرتبات المتقاعدين،
فما مدى رضا المتقاعدين عن أداء صندوق الضمان الاجتماعي؟ طبعا بداية السلام عليكم ومساء الخير لك ولضيوفك الكرام. مساء النور. ولكافة المشاهدين لقناة تناصح، وأشكر القائمين على القناة على الاهتمام بهذا الموضوع. لا شك أن صندوق الضمان الاجتماعي كمؤسسة أمن قومي اجتماعي، وهذا الدور المهم في المجتمع، مجموعة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية المجتمع وخدمة شريحة واسعة في المجتمع من المتقاعدين وأسرهم، لا شك أن هذا يدعو إلى ضرورة الاهتمام بهذه المؤسسة ووضعها من ضمن المهمات التي تقع على عاتق الدولة مباشرة، متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المؤسسات الأخرى. ويبدو لي أن صندوق الضمان الاجتماعي بالرغم التحديات اللي تواجه فيه، سواء كان تحديات مالية أو تحديات فنية أو تحديات إدارية، ولكن أشعر أن لم يواكب فيما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية في المجتمع، وبالتالي أصبح المعاش الضماني لا يكفي لقوت المتقاعد ولا يغطي احتياجاته الضرورية التي يحتاجها لإشباع احتياجاته. وبالتالي يبدو لي أن الأمر يحتاج إلى تواصل مع المؤسسة والبحث في المشاكل والصعوبات التي تواجه في المؤسسة ووضع الحلول للإشكاليات التي ربما تكون يعني تحتاج إلى دعم حكومي ودعم مؤسسي على مستوى مؤسسات الدولة. نعم، من وجهة نظرك هل ترى أن المتقاعدين راضون عن أداء صندوق الضمان الاجتماعي؟ يبدو لي أن الأمر بالنسبة للخدمات، أعتقد الآن صندوق الضمان الاجتماعي يعني أنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بالشكر للعاملين في المؤسسة وفي الفروع ومكاتب الخدمات والوحدات بالرغم الظروف وبالرغم الصعوبات اللي تواجه فيهم في عدة نواحي نحن نعلمها ويعلمها الجميع. نعم. ولكن يبدو لي أن الأمر يحتاج إلى دور من وزارة الشؤون الاجتماعية. عفوا دكتور طارق، عفوا وزارة الشؤون الاجتماعية وهي التي تولى. نعم، عفوا دكتور طارق، ابقى معي، نتوقف عند هذه الجزئية. أعود إليك دكتور طاهر، هناك نوعان من التقاعد، عندنا التقاعد الاختياري والتقاعد الإجباري. أولا، ما الفرق بينهما وهل يستويان في الحقوق؟ هناك فرق واضح وهو مرتبط بالسن. التقاعد بحكم السن وهو المنصوص عليه في القانون، لما الموظف أو العامل يوصل إلى سن التقاعد المنصوص عليها في القانون اللي هو معروف، أنا أقول لك التقاعد بحكم السن. نعم. اللي هي بالنسبة لنا احنا كانت 62 و 65 من العمر. بينما التقاعد الاختياري فهو الحقيقة نظام استحدث عندنا في ليبيا وسبب مشكلة الحقيقة لصندوق الضمان الاجتماعي. نعم. التقاعد الاختياري نص على أن العاملين لما بالنسبة للقطاع العام فقط في الدولة، يعني موظفي الدولة، لما يوصل عمرهم للعشرين سنة نعم بإمكانهم يتقدموا لطلب التقاعد الاختياري أو المبكر يسموه، بتحسب لهم وفقا لمدة الخدمة العشرين سنة وفقا لمعادلة معروفة يطبقوا فيها في نظام المعاشات ويربط له معاش. طبعا هذا النظام المستحدث استحدث في وسط الثمانينات تقريبا، كان سبب وراء دوافع مغلوطة من الحكومة في ذلك الوقت، وهو كانوا يبوا يقلصوا جهاز الدولة من العاملين لأنها تكدس هلبة وأعداد كبيرة، فبيتخلصوا من أعبائهم المالية على الخزانة العامة، فاستحدثوا هذا التعديل أو القانون سموه قانون رقم 8 2085 أو 86. نعم. فهذا الفرق الكبير بيناتهم، وهذا طبعا نعم. هذا خاطئ، هذا القانون يعتبر خاطئ. نعم. من حيث الحقوق،
لا بالنسبة للحقوق لما يربط لمعاش لا فرق كلهم زي بعض. نعم. أعود إليك دكتور خليل الشجماني، يعني أنت تكلمت عن المشاركات الخارجية، نحن أيضا علمنا أنكم قمتم بالعديد من الملتقيات في عديد المدن كرابطة، فهل من نبدأ عن هذه الملتقيات وعن أهدافها؟ هو بالنسبة للملتقيات المحلية الآن باعتبارنا هي يعني احنا جهودنا يعني مرتبطة بزيادة المعاشات والمعاناة اللي يعانوا منها المتقاعدين، فباعتبارنا لدينا يعني فروع رئيسية في كافة ربوع ليبيا فنلتقي في اجتماع، ويعني في اجتماع في نفس الوقت يكون ملتقى يعني للمتقاعدين. نعم. يكون اجتماع رسمي للجمعية العمومية للرابطة العامة على مستوى ليبيا يعني. نعم. إذا طلبت منك أرقام كم عدد الفروع التي تتبع لكم في المدن الليبية لحد الآن؟ طبعا اللي تم تفعيلها رسميا وبصورة رسمية 20 فرعا. نعم. يعني تبدأ من زوارة لأن تنتهي بطبرق لعند الجنوب مرزق وباري يعني. عندنا في بعض المناطق المهمة والفعالة جدا يعني لحد الآن ما تمش تفعيل الفروع الرئيسية فيها رغم أنها كانت تشتغل من قبل يعني، ولكن نظرا لظروف عدم إيجاد أو المشكلة تعاني منها الفروع عدم إيجاد مقر ملائم لها يعني. فعندنا زي مناطق مهمة زي الزاوية والجفرة وسبها والبيضة والمرج وجدابية، هذا نتمنى بصراحة ودعوة للأستاذ المتقاعدين في المناطق هذه أن هم يتنادوا يعني يحاولوا كيف يفعلوا الفروع في أقرب وقت ممكن يعني يتواصلوا معنا يعني. نعم. طيب أستاذ خليل، هل لديكم خطط مستقبلية للرفع من كفاءة عملكم كرابطة تعنى بالمتقاعدين في ليبيا؟ بالتأكيد طبعا عندنا يعني خطة يعني رغم أن احنا زي ما قلت لك الآن كل جهودنا منصبة واحنا علينا الآن ضغوط كبيرة جدا جدا من الشارع من خلال المتقاعدين، ضغوط يعني تنادي حتى إقامة الاعتصامات والاحتجاجات، ولكن نظرا لظروف البلد حاليا ما يعني يعني نحاول ان احنا نتفادوا الموضوع هذا، وفي نفس الوقت يعني حاسين بمعاناة المتقاعد، ولكن في المستقبل يعني بعد نطمن ونتأكد والجهات الرسمية تحقق مطالبنا وحقوقنا، هي مش مطالب الان اصبح زي ما ذكر زميلي الدكتور طاهر هي حق يعني وليست مطالبات بأشياء زائدة يعني. نعم. فيعني مجرد أن احنا نطمنوا على زيادة معاشات المتقاعدين وكل واحد ياخذ أدنى أقل شيء أدنى الحقوق يعني. نعم. فلهذا احنا الآن حتى يعني في تنسيق بيننا وبين بعض الجهات على إقامة أندية للمتقاعدين وأندية متكاملة، وفي مشروعات يعني بالخصوص، ولكن الميزانية هي العائق تظل في تنفيذ هذه المشاريع. وكذلك عندنا الآن نعد في منظومة للخبراء المتقاعدين بحيث أن احنا نحاول نتواصل مع الوزارات ونحاول أن احنا نأكد عليهم أن يعني شكرا مش من المعقول أن نجيب متقاعد من خارج ليبيا، خبير من خارج ليبيا، واحنا عندنا خبراء يعني شكرا يستعان بهم حتى من خارج ليبيا يعني. شكرا جزيلا الأستاذ خليل الشجماني الرئيس للرابطة العامة للمتقاعدين الليبيين، كنت معي عبر الهاتف. الآن مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار. لابد أن نتبع تراتيب، اتفقنا على جملة من التراتيب وتتخذ من التدابير جملة من الضوابط والتراتيب ترتيبات وبترتيب ترتيبا على جملة من الترتيبات. نحن الآن
هيئنا كافة الترتيبات، كافة الخطط. تم استهدافي في يوم الثلاثاء القبل الماضي بناء على تجميدي لقيمة 17 مليار دينار وعقد آخر ل 12 مليار كانت حكومة زيدان كافة الخطط كانت حكومة زيدان تسعى إلى تنفيذ أو توقيع هذه العقود مع شركة بي اف اي الصينية الإنجليزية ولكن لم يسعفها الوقت فأوكلت هذه المهمة إلى حكومة التثنيين حيث علمت من مصادرنا الخاصة أن هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار. نحن الآن هيئنا كافة الترتيبات، كافة الخطط لسرقة كبيرة. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أعود إليك الدكتور طارق التركي. الضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة هل هي مؤسسة مستقلة أم إنها تابعة لإحدى الوزارات؟ وإن كانت تتبع لإحدى الوزارات، من هي الوزارة التي تتبعها هذه المؤسسة؟ وهل لمؤسسة الضمان الاجتماعي ذمة مالية مستقلة؟ بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي منذ إنشائه في عام 1979 أنشئ كمؤسسة مستقلة ماليا وحساباتها مالية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ثم أعيد تأكيد على هذه المؤسسة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 ميلادي، وتعتبر هذه المؤسسة مستقلة استقلالا تاما. كاستقلال مالي وحسابات مالية. أما فيما يتعلق بالإشراف، الوزارة المسؤولة أو التي تشرف على صندوق الضمان الاجتماعي هي وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على ترأسها لمجلس الإشراف والمتابعة، فهو المجلس المسؤول على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للمؤسسة ويضع الخطوط العامة لما المستهدفات الرئيسية للمؤسسة. هل نستطيع أن نقول أنها مؤسسة مستقلة ماليا لكن إداريا هناك مشاركة بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية في بعض الجزئيات؟ لا أعتقد ذلك، لأن الموضوع يفترض أن يكون هو الآن يعني في نتيجة للظروف يجب أن يكون لمجلس الإشراف والمتابعة دور مهم، يعني هو يجب أن يطلع به ويبحث في مشاكل صندوق الضمان الاجتماعي ويضع الحلول والمعالجات، وممكن يعني يضغط حتى على الحكومة لدفع الأموال التي هي متراكمة على الحكومة. وأنا أشعر أن الصندوق لو استمر بهذه الكيفية وبهذه الطريقة ومن غير دعم حكومي ومن غير دعم يعني مجتمعي مؤسسي يبدو أن الموضوع سيكون أصعب في المراحل القادمة، نتيجة لأن الصندوق أصبحت الأعباء كثيرة جداً. الآن صندوق الضمان الاجتماعي يشرف على صرف أكثر من 400 ألف معاش ضماني وتأميني وتقاعدي مدني وتقاعدي عسكري، وهذه المعاشات يصل شهريا. هل هذه الأعباء هل تتمثل في هذه الجزئية فقط التي ذكرتها؟ يعني صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة كبيرة جدا ولها من المؤسسات التي تتبعها من الشركات الاستثمارية ومن القطاعات الأخرى، والآن صندوق الضمان الاجتماعي يتبعه أكثر من 16 فرع وأكثر من 70 مكتب خدمات على مستوى ليبيا ككل. فهذه المؤسسة يعني كمؤسسة كبيرة واسعة الانتشار في الخدمات وفي حجم العمل، الآن أصبح يدخل كاهل الصندوق لو استمر هذه التعديلات في القوانين دون النظر في الأسس القانونية، دون النظر لإجراء دراسة اكتوارية صحيحة سليمة تضع رياضيات الضمان الاجتماعي في كيفية الاشتراكات وحجم الاشتراكات هذه وتغطية هذه المعاشات دوريا للمتقاعد. ويبدو لي أن الجزئية أن ترفع المعاشات للمتقاعدين يجب النظر في تمويل هذه الزيادة، يجب أن تكون يعني في الميزانية العامة للدولة السنوية أن تدرج من ضمن ميزانيتها المبلغ الذي يحتاجه صندوق الضمان الاجتماعي لدفع هذه الزيادة، لدفع هذا الفرض.
ويبدو لي أن السيد النقض الشمعي خاطبت الحكومة، ولكن نتيجة للظروف الإدارية وغيرها يبدو لي أن تحتاج لمجموعة من الإصلاحات لخدمة المؤسسة والمجتمع. طب دكتور، بصرف النظر عن ترقية والرفع من المرتبات، المرتبات الحالية التي تخص المتقاعدين هل تصرف بشكل منظم ودون تأخير؟ طبعا بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي الآن، يعني الآن ممكن من الملاحظات يعني الإيجابية على المؤسسة أنها تصرف المعاشات في مواعيد مبكرة، ولكن ممكن يكون الاحتجاج على القيمة التي تصرف. هو صندوق الضمان الاجتماعي من بعد أحداث الثورة وصدرت قرارات برفع معاشات مثل ما أشار الدكتور الطاهر، يبدو لي أن هي صار في خلل في المعاشات، ومجموعة من الخبراء في المؤسسة وضعوا مذكرة وخطبت الحكومة وصدر قرار برفع المعاشات، لكنها لم يطبق. يتم التنسيق يعني استكمال الخطوات اللي هي تكون تنسيقية ما بين صندوق الضمان الاجتماعي والحكومة. نعم، يعني أفهم من ذلك أن القوانين أقرت واعتمدت لكنها لم تطبق إلى يومنا هذا. وضحت الفكرة دكتور طارق. أعود إليك دكتور خليل الطاهر. نعم، كان معنا دكتور خليل. المتقاعدون في ليبيا يشتكون كثيرا من سوء الخدمات وخاصة فيما يخص المرتبات، ويدلل كثير منهم بأن أوضاع المتقاعدين في الدول الأخرى تختلف تماما عن أوضاع المتقاعدين في ليبيا، وأن الدول الأخرى تنظر للمتقاعد نظرة مختلفة عن نظرتنا نحن للمتقاعد. من وجهة نظرك كيف تقرأ هذا؟ هذا ليه عدة أسباب. أول الأسباب هي تغييب مندوبي المتقاعدين في إدارة شؤون صندوق الضمان الاجتماعي، اللي هم أصحاب المصلحة الحقيقية الأولى في الصندوق وفي أموال الصندوق. هذه نقطة في منتهى الأهمية. نعم. منذ حتى هي تقريبا يعني عشرات السنين غيبوا بالكامل، لأن وفقا لأنظمة الضمان الاجتماعي والقواعد المتعارف عليها، وايضا وفقا حتى لقوانيننا السابقه واللوائح واتفاقيات العمل الدوليه اللي احنا مصدقين عليها، اداره الصندوق يجب ان تسير، الصندوق يسير من قبل مجلس اداره من ثلاث جهات، تشترك فيه ثلاث جهات. الجهه الاولى اللي هم اصحاب المصلحه الحقيقيه الاولى، المتقاعدين والعاملين. المتقاعدين هذه الشريحة، العاملين والمتقاعدين، وهذه في الغالب تكون ليهم الغلبة في العدد. ثم الفئة الثانية، الشريحة الثانية، جهات العامة ذات العلاقة بصندوق الضمان الاجتماعي، اللي هي وزارة المالية، وزارة العمل، ووزارة الصحة، خاصة أن في الغالب كان ضمن نظام الضمان الاجتماعي المفروض يكون في رعاية صحية عامة. نعم. لكن طبعا اختزلت من زمان. والثالثة اللي هي مندوبين أو مندوب أو أكثر عن أصحاب العمل، لأن أصحاب العمل طبعا بيساهموا في تمويل عن طريق نسبة من الاشتراكات. هذا النظام زي ما قلت لك اختزل وأهمل نهائيا، فأصبحوا المتقاعدين مغيبين كلية عن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. لو كانوا متواجدين مندوبيهم اثنين أو ثلاثة في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، هيكون فيه اتصال مباشر بين إدارة الصندوق، إدارة العامة أقصد، والمتقاعدين عن طريق مندوبيهم نقباتهم إلى آخره. هذه واحدة من النواقص اللي موجودة الآن وللأسف استمروا عليها عشرات السنين، وهي نقيصة تعتبر كبيرة جدا 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 في النظام. من هذا المنبر أنتهز فرصة وأتقدم بمقترح سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمعاشات. الحقيقة لأن صار لغط كثير وتدرع من إدارة الصندوق أنها لا تستطيع دفع الزيادات اللي وفقا للقرار الذي صدر، وعندها حجة عن عندها ديون كبيرة بالمليارات عند الخزانة العامة بسبب تلكؤها الجهات العامة في دفع الاشتراكات في أوانها، إلى جانب الاستثمارات للأسف حتى هي غير مدارة وعوائدها للأسف الشديد بسيطة. فمركز المالي للصندوق غير معروف، فما عندهاش القدرة زي ما ذكر الأستاذ
من شوية استاد طارق نعم ما يعرفوش مركزهم المالي صحيح، ولهذا أنا أقترح تكوين مجموعة عمل تشترك فيه إدارة العامة للصندوق من مسؤوليها المختصين، نعم، والرابطة العامة للمتقاعدين والخبراء بما فيهم الخبراء معروفين، وأيضا الجهات المسؤولة في الدولة اللي هي حد من يمثل المجلس الوزراء واللجنة المختصة بالشؤون الجمعية، والآن أظن يسموها لجنة الشؤون المحلية اللي تبعها أيضا شؤون الضمان الاجتماعي بالمؤتمر الوطني. هذه يجب أنهم يبحثوا الموضوع بحذافيرة كلها للتوصل إلى حلول، أما ترك الأمور هكذا ونسيانها وخليها كما هي ما تصيرش يعني. أنا أتمنى أنهم يستعرضوا للنقطة هذه ويهتموا في نقطة بنضح لك ذكرها الأخ وهو استقلالية استقلالية إدارة الصندوق. إدارة الصندوق منذ أن نشأ كمؤسسة للتأمين الاجتماعي في سنة 1959 باستمرار مستقل، له إدارة مستقلة، ذمة مالية مستقلة، ميزانية مستقلة، وتمويلة من الاشتراكات، ثم بدأ ينمو يكبر ويتوسع. علاقته بالجهة الوزارة المختصة كانت وزارة العمل، ثم في السنوات الأخيرة وحالياً الشؤون الاجتماعية، حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية. علاقتهم بالوزير، شخص الوزير أو الوزيرة فقط مش بالوزارة، شخص الوزير لكن جهاز الوزارة ماليش أي علاقة ولا دخل. نعم وضحت الفكرة دكتور. أعود إليك دكتور طارق التركي. يشتكي بعض المتقاعدين أنه طلب منهم التنازل عن المحافظ الاستثمارية لكي يتم زيادة مرتباتهم لتصل إلى 450 دينار، فهل هذا الكلام صحيح ولماذا اشترط عليهم هذا؟ هو يبدو لي أن في يعني الإجراءات اللي تم اتخاذها في صرف المعاشات كان في بداية الأمر أن ما يكونش فيه ازدواجية، باعتبار أن المبلغ مغطى من الدولة من خزانة الدولة سواء كان المحافظ أو رفع المعاش. عملية الازدواجية هذه هي اللي وضعت الصندوق أمام خيار أن لازم يكون كإجراء قانوني أن المتقاعد يجب أن يتقاضى إما المحفظة أو يتقاضى رفع المعاش. ومع صدور القانون بتجميد المحافظ الاستثمارية أصبح الصندوق ملزم بأنه هو يرفع المعاشات إلى الحد الأدنى المقرر، يعني اللي هو 450 دينار. نعم دكتور، أنتم في صندوق الضمان الاجتماعي عممتم بضرورة، عممتم على الناس اللي يتبعونكم بضرورة إحضار الرقم الوطني، ما المؤدى لهذا الطلب؟ هذه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في كل مؤسسات. طبعا لا يخفى عليك موضوع الرقم الوطني وهو لتوحيد الإجراءات ما بين المؤسسات وعدم وجود تكرار في المنافع أو المعاشات التي يصرفها صندوق الضمان الاجتماعي. وبالتالي الرقم الوطني هذا يعني يوحد الإجراء على مستوى الفروع الصندوق، نعم، ويتم مطابقة البيانات مع صندوق التضامن ومع المؤسسات الخدمية الأخرى يعني. نعم كلنا يعلم أن هناك عدد كبير من النازحين في شرق البلاد وغربها، ومن المؤكد وجود عدد كبير من المتقاعدين بينهم، كيف يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بالتعامل مع هؤلاء؟ بالنسبة للنازحين وغيرهم من الحالات الأخرى، في مجرد انتقالهم لأي منطقة يكون فيها صندوق الضمان الاجتماعي فرع من الفروع، يتصلوا بالفرع بالتنسيق مع الإدارة العامة وتقوم بإحالة معاشاتهم في مقر إقامتهم الاستثنائية أو المؤقتة لدى الفروع الأخرى. وبالتالي صندوق الضمان الاجتماعي عنده فروع منتشرة ومكاتب خدمات، وقادر أن هو يوصل الخدمة إلى المتقاعد النازح في أي منطقة من المناطق. شكرا البلاد. شكرا جزيلا الدكتور طارق التركي الخبير الضماني، كنت معي عبر الهاتف. دكتور طارق، دكتور الطاهر المحيشي، من المعلوم أن المتقاعدين إجباريا تكون أعمارهم قد فاقت 65 سنة وهم أحوج ما يكونون للرعاية الصحية. نرى الكثير من الجهات العامة وفرت هذه الخدمة لموظفيها، لماذا لا يتم توفير الرعاية للمتقاعدين
في دقيقة. الرعاية الطبية للمتقاعدين بالإمكان توفيرها عن طريق تجديد ما يسمى بالعناية الطبية، التأمين الصحي الاجتماعي باشتراك، وكان موجود زمان لفئة معينة ثم ألغي أو جمد. هذا بالطريق هذا بالإمكان، وهذا واجب العاملين في صندوق القماش معي والدولة. شكرا جزيلا الدكتور الطاهر المحيشي المستشار الضماني للرابطة العامة للمتقاعدين الليبيين. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية الحلقة من حوار المساء، لكم مني أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.